صفر.
جديد. يا لسخرتك، كيف الحال يا سيد عطارد؟ نحن أبناء الأرض. ماذا تريدون مني؟ يا سيد عطارد، هل حل اليوم في الجامعة ضعفة عنك؟ ومن لا يجرؤ على دخولي؟ فما المسيح خشن وسطوري نادرة وجرعتي فائقة ودرجة الحرارة تبلغ 430 درجة مئوية. كان الله بعونك يا سيد عطارد. اذهبنا إلى ابنة عمي لعلها تكون بضيافتنا. ابنة عمك؟ من هي؟ إنها السفرة أشهر الكواكب الشمسية. ألا تسمعن بنجمة السماء أو نجمة الصباح؟ نعم، إنها نجمة الصباح. كم هي جميلة! إنها رائعة. كان بريق. كيف الحال يا عمتي الزهرة؟ لا تقتربن. ماذا؟ لا تقتربن أكثر أيها الجميلات. لما لا نقترب؟ أنت جميلة وسماكي مليئة بالغيوم. كل من يقترب مني يذوب. هذه الغيوم لا تنصر غير حامض الكبريتيك. أنا لا أصلح للحياة، لا أصلح للحياة. آه، ولا يعني إن أختنق الثابت. أختنا الصغيرة جميلة وأميرة، لكنها صغيرة. جديها علينا يا عمتي الزهرة. هل مررتم بالمريخ؟ المريخ؟ إنه ابن خالتي. يشبه الأرض كثيرا. سنته تبلغ 687 يوما. نجم أحمر يضحم في العواصف والثلوج، فهو شائك ومنزعج وباضطراب دائم. سمعت ما دار بينكن وبين الزهرة. أنا شاهدت أختنا إذن. لا أظنها قد سكنت في أصقاعي، لأنني دائم الهبوب. إنني دائم الهبوب برياح ثلجية طوال العام. لا تفقدن الأمل أبداً. أحقا ما تقول؟ اذهبنا إلى بلوتو. أجل، اذهبنا إلى بلوتو. بلوتو المعيد الجميل. أو لا، انتظروا هنا، فإن بلوتو الجميل قد يخطف من هنا سريعاً. أنا بلوتو. لقد جاء بلوتو الجميل. هيا العب يا فتيات. هيا العب يا فتيات. هل أنت لا، هل أنت من يهوى اللعب الثلجية؟ البرد مزاج في قمري والثلج مناخ وهوية. البرد مزاج في قمري والثلج مناخ وهوية. يا سيد بلوتو، أين أختنا الصغرى؟
أنا المشتري. أنا المشتري ذو الحجم الكبير، أعيش اضطرابا وجوي خطير، جوي مليء بالغيوم. يا كبير أيها الخطير، جئنا إليك عبر الأثير. أختنا الصغيرة أضلت الطريق، والخطور نخاف أن تلف غياها بالغنوم، المذنبات تتساقط علي كالمطر. المذنبات، اذهبنا من هنا. المذنبات تتساقط. يا فتيات، إن ظروفي المناخية قاهرة، ودرجة حرارتي ما أتاه درجة مئوية تحت الصفر. اذهبن. هنا الموت، لا حياة هنا. الحمد لله، كان كابوسا مزعجا مرعبا. الحمد لله. يا له من كابوس مرعب. ها هي أختنا الصغيرة. الحمد لله. الأرض هي الأم، هي العطاء. رفقاً بالأرض وما فيها، رفقاً في مهد البشرية، رفقاً بالأرض وما فيها، رفقاً في مهد البشرية. لو تعلم ما تفعل فيها، تبخرة النار الهمجية. لو تعلم ما تفعل فيها، تبخرة النار الهمجية. للأرض بلور تتكسر، للأرض بلور تتفطر، للأرض بلور تتكسر، للأرض بلور تتفطر. لا تنسنا تتجبر، فالأرض لكل البشرية، فالأرض لكل البشرية، فالأرض لكل البشرية.
قبل يومين قامت مدرستنا احتفالية السنوية الرابعة لهذا العام، والحمد لله والشكر كانت احتفالية رائعة، وما كانت تكون رائعة لولا جهود الكادر التعليمي في المدرسة وجهودكم أنتم أخواننا التلاميذ. شكري وتقديري لكافة زملائي في الكادر التعليمي لجهودهم في إنجاح مهرجاننا السنوي لهذا العام. ولكن يبقى الأستاذ حمزة هو الرجل الذي له لولاه لما كانت احتفالياتنا أصبحت تكون. شكرنا وتقديرنا للأستاذ حمزة. نفخر بوجود هذا الرجل بيننا، وليس مجاملة أو طعنة على الرجل، ولكنه إنسان متفانٍ في عمله في مادته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي جميع الأفراد. كل الكلمات تحمل في أن تبي الأستاذ حمزة حقه بما قام به وما يقدمه للمدرسة الأسرة. الأستاذ حمزة والتصديق مرة أخرى. بعد
يا الله.